هنا في ولاية المتحدة الأمريكية لقاء وبالتحديد في ملعب ميتيا وسجل في مرمى غواتيمالا بيبدأ اللقاء النهاردة قاعد معاه في منتخب الأرجنتين ركن الأرجنتين في لوس أنجلوس أمامنا كرة مسددة ولا مع التسديدة لكن أوسبينا أوسبينا حارس نابولي اللي انتقل من الأرسنال لنابولي أمامنا هنا في هذا العام أمامنا هو في هذا الموسم وبي إس جي اللي انتقل لريال بيتيس واحدة من الضيقة واحدة من الزاوية الضيقة كرة حلوة حلوة أمامنا 22 حكم محترف تمريرة حلوة إيكاردي لكن إيكاردي ضيع إيكاردي هداف الدوري الإيطالي في 18-29 هدف لكن فرصة بتضيع شوف إيكاردي أدي إيكاردي لم يقع على الاختيار واستبعد النهاردة بالاسيوس بيلعب لقاء الدولي الثاني أمامنا هنا سيوس أمام نيجيريا ولعب مباراة فرنسا هجمة خطرة جدا وادي التسديدة فالكاو ولكن أرماني أول ظهور لرادامال فالكاو مع ريفر بليت ومع بورتو ومع أتلتيكو مدريد لوسيلسو ولكن ما ملتش الكورة كورة من لوسيلسو بعد ما يعني أعد آخر هجمة كانت للأرجنتين خطيرة كانت تسديدة جونزالو مارتينيز يعني 20 دقيقة الأولى الأرجنتين كانت مسيطرة وادي أمامنا أول سيلسو في اللقطة الماضية سجل هدف بعد القوة استلام لويس موريال خطير موريال وتسديدة روعة روعة التصدي من أمامنا الحارس أرماني كرة من لويس موريال اللي أمامنا هنا عنده هدفين دولي البلاسيوس تمريرة في العمق لكن طويلة طويلة كرة طويلة ادي أمامنا الكحمان هادي ويل في كأس العالم 2014 بدنا نفتكر يعني القوة اللي بيلحقوا كده لكن لازم فيها انذار شوف أمامنا يعني هو ده ضارب الأولاني 30 يونيو أمام فرنسا أمام هجمة خطيرة وفرصة لكن برافو قوي فرانكو أرماني يعني حقيقة يتصدى لهذه الكرة ببرعة فرصة هدف ضائع من جانب باكا انفراد أمامنا الباكا لكن خروج مميز بص كوينتيرو مميز قوي كوينتيرو بالتأكيد لكن الخبرة ترتد كرة خطيرة بنيديتي ولكن لخارج الملعب الشوط الثاني تشعر بأن كولومبيا أخطر وكولومبيا تهدد المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين تفتقد إلى الهوية وش الكولومبي لمسة المرة دي من المنتخب الأرجنتيني أدي التحر شوف بافون أدي بافون وديبالا تدخل قوي لجنة المشاريع والإرث والمتطوعين والعدد الكبير حلو قوي من جانب اللاعب البديل بافون وادي اللمسة لكن فين الشخصية بقى بوستوس أمامنا لعب بوستوس هجمة من تيري فيكيو رأسية هنا أين إيكاردي الإنتر مورو إيكاردي الإنتر